عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا بك في هذه الحلقة من برنامجكم البديل والناس مع الخبير بطب البديل وطب الأعشاب الأستاذ علي الموسى. مشاهدينا كما عودناكم في كل حلقاتنا بعد مقدماتنا الخاصة أنا والأستاذ علي، راح تظهر أسفل الشاشة أرقام البرنامج وعنوان الأستاذ علي الموسى. كما بإمكانكم الآن المتابعة الحلقة أيضا على المباشر على موقع قناتنا قناة زاكروس الفضائية على الفيس، وايضا بامكان متابعه غدا ان شاء الله الساعه الرابعه بالاعاده، وطيله ايام اسبوع هنالك راح تكون مقاطع من حلقتنا ايضا على وسائل التواصل الفيس والتيك توك والانستغرام تحت عنوان زاكروس تي في وزاكروس عربي. اذا نرحب بالدكتور علي الموسوي خبير طب الاعشاب. استاذ علي كيف الحال؟ الله يحفظكم استاذ اسامه في اتم الصحه والعافيه. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد سيد العرب والعجم أبا القاسم أبا الزهراء، وعلى إمامكم وإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب علي ابن أبي طالب، وعلى بضع النبي الأمين سيدتي فاطمة الزهراء البتول أم الحسن والحسين، وعلى مسمومة وكريمة أهل البيت سيدي الحسن المجتبى، وعلى نحير أرض كرب وبلاء مقطع الأشلاء الحسين ابن علي وأخيه قمر بني هاشم، والتسع الباقية من ذرية أمير المؤمنين والخلف الصالح. اللهم نسألك وندعوك بهذه الأسماء المباركة، اجعل هذا بلد آمن وارزق أهله من الثمرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على عيسى ابن مريم روح الله، والسلام على موسى ابن عمران كليم الله، والسلام على محمد ابن عبد الله حبيب الله وآخر النبيين وسيد المرسلين وسيد العربي والعجم. نعم أستاذ سامي. حياك 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 الله يا دكتور علي الموسى، والله يبارك بيك. مشاهدينا، هل اتفقت البشرية في يوم من الأيام على شخص كما اتفقت على أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ شفنا الزيارة الأربعينية، ملايين عشرات الملايين من المسلمين وغير المسلمين لزيارة أبي الأحرار الإمام الحسين وأخي أبو الفضل العباس عليه السلام. أي نعم أن هناك تزديد، أكيد هناك تزديد إلهي، هذا شيء متهي من عنده، هناك تزديد إلهي لهذا الموضوع، فالحسين عليه السلام أصبح موطن للأحرار. عندما نذهب إلى ضريح أبي عبد الله الحسين ونقف بين الحرمين ما بين الإمام الحسين والإمام أبو الفضل العباس، هناك نحس بالعزة بالكرامة، نحس بقيمة النفس، لأن الإمام الحسين عليه السلام سيد الأحرار، سيد كلمة لا للظالمين. عندما بعث له أمير المدينة وقال له يا ابن رسول الله بايع قلها كلمة، قال كلمته المشهورة إن مثلي لا يبايع مثله. هنا العزة، هنا الكرامة، هنا قمة الإباء للإمام الحسين عليه السلام. وجرت المعركة وكانت التضحيات الجسيمة للإمام الحسين، وكان موقف البطولي الشجاع العظيم للإمام أبي الفضل العباس وأصحابهم وأهل بيته، ورغم كل التضحيات رفض الإمام الحسين الذلة وقال هيهات من الذلة. لهذا سبب أنت تذهب لزيارة الإمام وتقف بين الحرمين، وهذا شعور عام لهذه الملايين، تحس بالكرامة، تحس بأن هناك عزة، بأن هنالك حرية. والآن في ظل هذه الظروف الأمة العربية وبالذات العربية تعيش أسوأ مراحلها، نساءها في غزة تقتل وتسبى وأطفال تقتل، وهنا تأتي هذه الزيارة المليونية وحي الله الزائرين الذين رفعوا كل شعارات الحرية في ضريح أبي الأحرار الإمام الحسين ابن علي وأخيه أبو فضل العباس. فالسلام على الإمام الحسين عليه السلام، رمز الحرية، رمز الكرامة التي اتفقت كل البشرية. إذا نشوف ملايين ملايين من العراقيين وغير العراقيين المسلمين وغير المسلمين، لم تتفق البشرية كما اتفقت عليه وعلى أبيه وعلى جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمه العظيمة فاطمة الزهراء. فالسلام على الحسين سيد الآباء، سيد الكرامة، سيد كلمة لا للظالمين، موطن الأحرار. والسلام على أبو الفضل العباس صاحب المواقف العظيمة، هذا الرجل اللي ما هزت الجيوش أمام عينه،
السلام على أصحابهم وعلى أبنائهم. وبقى الحسين خالدا من ذيك الأيام إلى يوم القيامة وهو موطن الأحرار. وحياكم الله. ونحن الآن بأمس الحاجة إلى هذه المبادئ وهذه القيم بعد أن عاشت الأمة أسوأ مراحلها الآن. أسوأ مراحلها الأمة العربية، الأمة العربية بالذات، اللي أصبح الحسين رمزا للحرية وللكرامة ولكلمة لا للظلم. سلام الله على أبو عبد الله الحسين، السلام على أبو الفضل العباس، السلام على أم الصبر زينب وهذه أيامها صاحبة الثورة العظيمة التي وقفت أمام الطاغية ولم وأنبت الطاغية يزيد لعنة الله عليه. السلام على أصحابهم، السلام على أبناء الحسين، أيام زينب التي هزت عروش الطغاة. حياكم الله. نعم يا سيد علي. نعم أستاذ، مصيبة يعني ما منها مصيبة. السلام على الحسين وعلى أبا الفضل العباس وعلى زينب الحوراء وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين جميعا. في هذا نعزيكم في هذا المصاب الجلل، نعود إلى السنة الجاية ممكن نكون احنا معاكم أو ممكن لا يعني الله أعلم، يكتب لنا العمر إنه وإلكم إن شاء الله. وأوجه تحياتي طبعا الحارة لأصحاب المواكب، بارك الله بكم، جزاكم الله خير الجزاء، كفيتم ووفيتم، جزاكم الله خير الجزاء، يعني لكم أجر من الله عظيم، أجر ما تتوقعه. لأن أنت الله سبحانه وتعالى يقول في ما لهم حق للسائل والمحروم. أنت من نصبت موكبك من بغداد من الوسط أو من الشمال إلى الجنوب، أنت طعمت في سبيل الله ومحبة للحسين وأصحاب الحسين وآل بيت الحسين، أوكي، حصلت أجر عند الله ثمين جدا. أنت طعمت المسكين والبائس هاي الناس تجيك منها الغني منها الفقير، أطعمت أنت في سبيل الله. ولا الحسين سلام الله عليه ما محتاجك ولا محتاجني ولا محتاج التمن والقيمة وهذا، بس لا، هذا عزاء احنا اتخذناه طقوس من أب وجد من زمان، ولكن الحسين احنا محتاجينه، محتاجين على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم الشفاعة يوم القيامة كلها تفر من يمك من أبوك من أمك من أخيك كلها، الله يأذن إلى أهل البيت يشفعوننا يوم القيامة. فهذه راح إيش يسمونه في عالم البرزخ، يسميه رصيد إلك، خلص أنت حصلت رصيد، بس من ترجع حافظ على الرصيد مالك اللي موجود. أباشر إحنا كنا نلقي الله سبحانه وتعالى كل من اللي عنده يعني هيك ذرة مثقال ذرة خير يرى، يعني صدقة، فالله يعطيك إياها سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله يعني يعطيكم على قدر تعبكم من نظافة من أخلاق عالية ما شاء الله. السنة الحمد لله والشكر إلى الله أخلاقكم جيد جدا ممتازة، إن شاء الله كلكم أهل الأخلاق، نظافة بالطريق فتشي يعني ما شاء الله، حتى العالم بدأت تحسدنا على هذا النظام وعلى هاي الطقوس. أسأل الله يحفظكم ويعافيكم ويشافيكم، وأنا أستاذ سامي العلي وياكم إن شاء الله. يحفظك يا دكتور علي موسى، والله يبارك على هاي المقدمة ويحفظك الله. إذا مشاهدينا بعد مقدماتنا أنا ودكتور علي موسى راح تظهر أسفل الشاشة أرقام البرنامج مع عنوان الأستاذ علي موسى. الآن الأرقام موجودة أمامي أسفل الشاشة، بإمكانكم التواصل معنا عبر هذه الأرقام الموجودة الآن أسفل الشاشة مشاهدينا مع دكتور علي موسى. كانت هاي مقدماتنا حول أربعينية سيد الأحرار الإمام الحسين عليه السلام أخي أبو الفضل العباس، اللي جسده العراقيين خاصة العراق حقيقة، اللي جسد العراقيين أجمل معاني الكرام والتنظيم. وشفنا الأربعينية، وهاي سنة كانت مختلفة من ناحية العدد والتنظيم الهائل اللي هو تنظيم جماهير، وحيا الله كل قواتنا الأمنية اللي بالفعل ساهمت كثير في تنظيم هذه المسيرة المليونية، وهي دعوة إلى مجموعات غينيس وللأرقام القياسية. نحن عندنا أكبر مسيرة بعالم بتاريخ العالم، ما عدا شيء. نستقبل اتصالاتكم على هذه الأرقام الموجودة الآن أمامي أسفل الشاشة، بإمكانكم التواصل مع الدكتور علي المسوي بخصوص أي موضوع. عندك شوية يعني جاي يجوني أهل المفاصل يا أخوان الأعزاء أحبائي وأعزائي، المفاصل يراد لها وقت. المشكلة وين؟ مشكلة بالأعصاب، مشكلة بالعظم والأعصاب. العظم إذا خلل فيه يعني نقص من العناصر اللي موجودة، خلل في الأعصاب، لأن الفقرات راح تضغط على جذور الأعصاب. شلون نعالج جذور الأعصاب؟ نعالجها بهواي عدة يعني أسباب عدة هواي، يعني أنا أعطيتكم مثلا هواي شغلات ما أريد أتكلم على التلفزيون، لأن شو أتكلم على التلفزيون يطلع لي على الفيسبوك باسم ذاك فلان وعلان. يعني ذاك اليوم والله جاي أتصفح بالفيسبوك يعني حتى ضحكت، ها
حركاتي شو وصلها لهذا الشخص ما اعرف الله يعلم. هو جايني نطلع تلفزيون جايني هو جايني عند انزلاق غضروفي خلصت من عمليه كبرى باذن الله. قالوا له الطب عمليه اجى علي رجل انت شيباتك وشواربك فما يخالف عند الله ما يضيع شيء حاشا لله ما دام انت بس انت 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 شغلك ما مضبوط. انا حسب ما شفت فيديوهاتك شغلك مو صح بس على هالعالم هاي خطيه تمشي. اللي صار عنده انزلاق هو كان عنده شغلات بسيطه فقرات بسيطه حتى ما يراد ينسحب انت ساحبه. هم يجون يحكون يمي يتكلمون يمي يقول سيد احنا رحنا فلان شخص سوى لنا هاي حركات اللي يجيني مخلوع كتفه اللي يجيني ديسك ما اقدر حتى انا ما ارجعه الا عمليه اللي يجيني دايس على الركبه مالته ومؤذي النسيج والاوتار ما عندي علاج له هواي رجعت اللي جاي ساحب رقبته وممكن اكو قطع بالاوتار مال العنقيه وساحب ظهره وممكن اكو قطع بالاوتار اللي جذور الاعصاب فهي الحالات هواي رجعت انا صعبه علي كانت جدا صعبه ناخذ الشخص الرحيله خلينا ناخذ اتصال قبل القطع نعم يعني ما يتاخر على المتصلين انقطع الاتصال شبابنا يتاخرنا عليه اوكي بكل الاحوال يعني افضل الاتصال اذا جاء اتصال في سبيل ما ينتقل على على احاول نعم كمل سيد فقلت لكم روحوا لاصحاب المهنيه اللي تشوفه يعني يعرف اللي تشوفه انتم ما تجمعون الكلام ابد بس من تجون يمي هذا انا رجعت كم حاله هاي هذا الاسبوع ما قدرت اعالجها لان اسال تقول لي صار لي انا سنتين دكتور علي اتابعك على التلفزيون وهسه يعني انا دائما عندي اقول بعد ما شاب ودولي كتاب تجيني ما ارجع ما لان انتم رايحين للشخص الشخص هذا ما يعرف هذا مو صاحب مهنيه هذا دراسه عيوني انتم هذا دراسه ودورات ومو قوتر جبنا الشهايد احنا الا بطلاع النفس وتغربنا خارج بلدنا وخارج عوائلنا يلا حصلنا على شهايد وانت تجيني تجي علي للمركز تشوف لي شلون سحبتك تروح تسحب العالم وتدمرهم دمار فهذا اني انصح يا استاذ سامي بس بياخذون الحكي احنا حكينا يعني بالفعل مشاهدينا على السيد علي رجعته هواي والله الرجل مختص فيزيائيا بعمليه السحب وحتى كان عند كان اخذ شهاده من يعني ذكر المغرب العربي نعم عفوا في موضوع السحب واستعرضناها في قناتنا قناه المسار الفضائيه لا اله الا الله وايضا في قناه هنا بغداد وفي قناتنا قناه زكرو هاي الموضوع يعني عندي انا سوقت كلمه عندنا احد الاصدقاء في يوم من الايام واحد عنده كتفه قال تعال انا اسوي لك يا رجل كبير السن يعني بالعاميه سقطون انتهى الموضوع هذا مو موضوع سهل يا اخوان موضوع العظام موضوع السحب موضوع المفاصل هذا مو موضوع انه واحد يعني واحد يتلاعب به بحد انه تسلم نفسك بشخص معين نتيجه سحب معين ما قد يحدث شلل موجود مقطع من احد الدول موجود على الفيس انه سحب الرقبه مالته بعد ما تحرك انتهى الموضوع فالرجال انتباه يعني احنا نتكلم لمصلحتكم يعني احنا مو فقط على سيد علي اي انسان مختص روح لاي انسان مختص ما عندنا مشكله اي انسان مختص صاحب اختصاص في الموضوع الفيزيائي لسحب العظام هذا موضوع مو اي ساعه انا بقى انا كتفي قبل كم يوم بقى يديني ما رحت لحد رحت لرجل سيد علي ما هو مختص بها الحمد لله وشكر يعني الحمد لله صار فضل من الله الوثاب كان عندك استاذ الوثاب نعم والوثاب صعبه يعني ماكو عاد اختصاص بالوثاب رجل الفقرات الصدريه كنت يما بالبيت وفرج جودي بالقاع قبل نروح الى كربلاء المقدس زياره انا وياه والحمد لله والفضل من الله كلامنا يا اخوان احنا نتكلم عن الاختصاص والاختصاص مو فقط نتكلم عن دكتور علي المساوي اتكلم عن اي شخص هسه حتى الرجل ده يقول روح لشخص مختص يعني انت يا اخونا تجي يعالجك سيد علي تعيد الحركه ما هي حركه بها امور فنيه هي حركه مو فقط حركه نظريه وانت تعيدها لا امور فنيه وموقع العظم وين يعني هسه مو اختصاص الموضوع هذا لكن بدي اسمع بدي احكي استاذ سامي يعني الزوايا اللي ناخذها احنا طبعا زوايا انا اعرفها بس انا اعرفها ودارس عليها صحيح زاويه واخاف انا اخاف على الفقره من اسحب اخذ زاويه خاصه اعرف انا بها الزاويه 180 70 80 90 175 زاويه انا اعرفها فانت مو تروح وقبل طططط وموت هذا الشخص يعني والله جاني واحد داشينه دوس من يا محافظه ما قريب علي جدا قريب هو داشينه وهسه سوى عمليه وربطوا له 6 فقرات اخذوا من عندنا 8 ملايين وهسه المسكين يعني صاحي يعني 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 زوايا رياضيه سيد علي طبعا زاويه مو قطره هي بحيث انه العظم وين بكانه وين يقعد هذا عظم هذا عظم وماده هلاميه يعني اقل حركه انفسخ انتهى
والله مو لو جد جدك يجي ما يرجع مكانه. اي مو هنا راح تحصل من الله راح تحصل لك ذنب وراح يصير مشاكل. فانت شو ماشي نفسك هاي على العظام ركضت اللي ركض. اسال الله يحفظكم ويشافيكم. الله يحفظكم. خلينا نعطيكم شويه اليوم اذا بها مجال. لا بها مجال لانه زياره اليوم زياره 40 زياره 40 فاعتقد يكون التصاعد ضعيف. اي وباكر عاد تستفادون منه. نعم اسالوني على امراض العظام هسه مثل ما تطرقت لكم ويريد يقوي العصب. انا اقول لك شلون تقوي العصب مالك. العصب والخلايا اللي في الدماغ. بالبدايه نبدا بالدماغ، الدماغ 50% بروتين، 50% هذا العقل مالك المخ مالك دهن، 50% دهن. شلون تقوي؟ انا ذاك الحلقه قطيتكم قلت لكم الجوز سبحان الله يقوي الخلايا الراس اللي الدماغ. التوت البري ما تلقونه بالعراق. توت البري ماكو، يحتوي على ماده الاوميجا 369 يحتوي على مواد يعني من ضمنها الزنك والحديد والكالسيوم. هذا ما نلقاه بالعراق. التوت البري ما نلقاه بالعراق. نلقى مالنا التوت هذا اللي احنا نسميه التوت مو النبوق ذاك ايش يسمونه؟ التكي. نقدر ناخذ هذا شو اسمه؟ عين الجمل اللي احنا نسميه بالعراق نسميه جوز. الجوز يحتوي على دهنيات كوليسترول فائده بها، اوميجا 369 يحتوي عليها. هذا تقدر تاخذه تقوي العصب مالك وتقوي الاعصاب. اثنين قلنا التوت البري ما موجود هنا بالعراق، نقدر ناخذ هذا هسه التك انتهى امره. نقدر بمكان هذا ناخذ المكسرات الجازو اللوز والجوز والفستق. هذول فشي بهن مضادات اكسده وبهن كالسيوم بهن بوتاسيوم. طبعا كل العناصر الموجوده اللي الله خالقها نلقاها بالخضار ونلقاها بالمكسرات ونلقاها بالفاكهه. حتى البروتينات نلقاها بالفاكهه يسمونها بروتين نباتي نستفاد والجسم يستفاد من عندها. ثلاثة لبناء العظم. العظم اعلم اذا عندك نقص مغنيسيوم بوتاسيوم كالسيوم كولاجين املاح معدنية في جسمك. املاح المغنيسيوم البوتاسيوم هاي كلها املاح، هاي يسمونها املاح معدنية. هذا طاقة للجسم يريدها. اذا عندك نقص بها احسب يعني العظم ما تغذى. شلون انت مثل عندك فد زرعة بالبيت لازم على الحر هذا يومية تسقيها، إذا ما سقيتها تذبل. فجسمك يراد له بروتينات، يراد له معادن كالسيوم غير كالسيوم، كل المعادن اللي أنت جسمك فاقدها يراد لها بروتينات. بروتينات إذا عندك مشكلة من بروتين الحيوانيات الحيوان نقدر ناخذ بروتين نبات. وين نلقى البروتين النبات يا دكتور علي المسوي؟ نلقى بالباقلة، نلقاه بالفاصولية، نلقاه بالعدس، نلقاه بالحمص. هذا يسمونها بقوليات. فنلقى البروتين النباتي في البقوليات. استاذ سامي اذا اكو لا كم معك هذا فد عناصر انا من اعطيكم فد شيء تستفادون منه. والله بالله العظيم فد شيء ما تقولونه لا ما ترى باعوا اللي ينزلكم على الفيسبوك لو ترى ميتكم صح هواي. يقول لك انا ليش اعطيهم خلي يراجعوني العياده؟ ليش اعطيهم اني العلم مالي كله؟ يعطونكم وحده اثنين بس هم مو اختصاص اعشاب، هم مو اختصاص نباتات طبيه. هذول يسمونهم اطباء بس ما دارس. هو يدرس احنا يدرس سنتين عقاقير طبيه، يدرس سنتين عقاقير طبيه بس ما يدرس نباتات. النباتات لها اطباء مختصين. اوكي نعم. حول الاتصال اعطيني اياه. الو السلام عليكم. سلام يا مرحبا كل هلا. كل هلا بيك وهلا بكركوك. تفضل. والله يا اخي انا عندي سؤال يعني على مود عندي مرض قلب جلديه. وياك دكتور علي وشرح لحالك. تفضل. عندي مرض دكتور جلديه عندي. اي تحكي لنا يا حبيبي المرض شنو؟ صدفيه بهاق شنو الجلديه؟ والله فطريات هذا صار سنتين ما يروح مني. فطريات معدية لعائلتك عدتهم مثل الدائرة وطرافها كله حب وكله أيضا عدوى. جايتك من عدوى عدية الدار انت؟ هاي عدوى. اي جايتني من عدوى هاي دكتور. نعم وين بيتك؟ كركوك. انا كركوك. تقدر تجينا ان شاء الله بعد من اهو شي بإذن الله الطرق مفتحة ان شاء الله ورا الزيارة ان شاء الله.
الله يحييك. يلا هاي فطريات هاي تدمرك ترى وتنقل للعائله تدمرها دمار هاي عدوى سبحان الله. اي والله دكتور رحم الله عليك. يلا تجيني وبخير تدل العدوى عدوى فطريه احنا نسميها. جهازك المناعي تعبان المفروض ما يخلي هاي الجراثيم والبكتيريا تفتر بالجسم كيفها. المفروض يلتهمها ويخلصك. يلا ايش قد عمرك؟ أنا عمري 36 سنة. إذا عجب يلا تعالي تعالي والله كريم تعال وبخير وتدلل. ممنون. يلا حياك ما عليك منا أهلا وسهلا حبيبي الغالي كل أهلا. حياك 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 حيا الله كل اتصالاتكم. إذا الحالة جاهزة قبل أرجع السيد علي عندك اتصال؟ خلي نشوف الحالة وبعدين نرجع حياكم الله. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا عندي مرض حساسية الحنطة لمدة 3 سنوات، فالتجهت للطب ما أكو كل فائدة، ظليت 3 سنوات متمرمر على السياح. رديت عالجت ما أكو، أكو واحد من جماعتي قال لي أكو دكتور بالأعشاب شارع المطبق، والله والتجهت إليه ومن فضل الله وأهل البيت وسيد علي وبركات إن شاء الله، اللي هو سوالي 3 وجبات أعشاب وطبت من فضل الله وسيد علي، وأنا الآن هسه قاعد أكل حنطة والحمد لله والشكر رجعت الحياة الطبيعية. حياكم الله مشاهدينا. شو الحالة شو السيد؟ حساسية الحنطة اسمه بالإنجليزي السيلياك، مادة الجلوتين تجمع بالأمعاء، ماكو امتصاص. المسكين ياكل مننا اسهال مننا، ياكل مننا ماكو امتصاص. مادة جلوتين يعني مثل الصمغ وانت جايبه على الامعاء مالتك ولازقه لزق سبحان الله. هاي مادة الجلوتين احنا نسميها صمغية، مادة جلوتين يعني. هذا انا ليش اقول لكم الحنطة مالتنا ما تحتوي على مادة الجلوتين؟ ماكو، ما بيها مادة الجلوتين. يخلونها وين حنطة على مود مسيها هاي الشركات الأجنبية، وهذا والأكثر شيء الطحين الأبيض اللي يجينا من خارج البلد عليه مادة الجلوتين حتى ما يسيح ويوقع من تخبز المرأة أو يخبز الخباز بالمخبز، فيخلون مادة الجلوتين. هاي مادة الجلوتين شو تسوينا بالأمعاء؟ تدمرها دمار سبحان الله، لأن هذا ما بيه ألياف، هي استفحلت المادة الصمغية استفحلت على الألياف، فالمفروض الحنطة بها ألياف سبحان الله، تستفاد منها القولون، تستفاد منها الاثنى عشر، ويكون امتصاصها جيد جدا ممتاز. هنا ماكو امتصاص، 3 سنوات هو عنده حساسية حنطة عايش على السياح سبحان الله. دز أحد علينا واحد طيبان قال له تروح الدكتور علي موسوي بشارع المطبق، اجى علينا سبحان الله 3 كورسات، كل شهر أطيع علاج تم شفائه بإذن الله، وهسه يأكل خبز يأكل يأكل هاي الكربوهيدرات والمعجنات كلها ما شاء الله، ولله الحمد والشكر. أسأل الله سبحانه وتعالى كل من يشاهدنا يشافي الرحمن، وانا استاذ سامي علي وياكم ان شاء الله. حياك. نعم. حياك يا دكتور علي والله يبارك فيك. وشفنا هاي الحاله مشاهدينا، ويعني احنا شفنا حالات صعبه نستعرضها في برنامجنا، وهي الحالات الفضل من رب العالمين فضل الله عز وجل تماثلت للشفاء. هسه نرجع للبرنامج والدكتور علي موسوي. احنا اليوم لانه اليوم الزياره الاربعينيه المباركه في كربلاء المقدسه، فقد تكون عندنا يعني اتصالات قد تكون عندنا قليله، لان جماهيرنا وناسنا الله يبارك فيهم في زيارة أبي الأحرار الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس عليهم السلام وصحبهم الكرام. ناخذ أكثر من مواضيع في سبيل أنه نفيدكم بها، هتكون هاي حلقة خاصة معناتنا أكثر من تستفادوا منها وأكثر من النصائح، وخاصة أنه إحنا ليش السيد علي السلام دي يركز على موضوع الفواكه والفاكهة، هذا الأمر حاليا في فصل الصيف وعندنا فواكه صيفية كثيرة، وأيضا عندنا أمراض أصحاب الضغط والسكر و و و وشوف شنو تأثيرات هاي. أوكي إذا اتصل حول لي. ألو. السلام يا مرحبا كل هلا. شلونك استاذ؟ حبيبي يا مرحبا كل هلا بيك. استاذ عندي اخويا عمره 24 سنة. وياك سيد. نعم نعم تفضل تفضل. شلونك سيد؟ بخير اني اشكرك. سيد عندي اخويا عمره 24 سنة. نعم. بشلل مثانة ولادي. يعني توسع بحوض الكلى. يتبول على نفسه. اي نعم. زين. لا ما يتفول على نفسه، لا لا. بعد فحص السونار
بين بانه عنده 750 مام تكرم من البول داخل المثانة. ها يعني بس مجرد يتكدس ما يفرغه؟ لا من يفرغ البول دكتور. نعم. من يفرغه ما يحس بانه اكو بول عنده ترى. اذا عنده مشكله بالاعصاب رخاوه. نعم. زين واقع هو شيء واقع على ظهره؟ من الولاده. جاء عنده هذا الشيء. هذا تبقى على طبيبك، انا اعتذر منك، ما عندنا هيك علاج بالاعشاب على هاي رخاء المثانه او شلل المثانه، وانا اسف جدا منك حبيبي الغالي. ممنون. اسال الله يشافيه ويعافيه، حياكم الله، اهلا وسهلا. حياكم الله وحيا الله الدكتور علي الموسوي، يعني احنا نشوف مشاهدينا. الو تفضل. الو تفضل. السلام عليكم. السلام يا مرحبا، كل هلا بك ابو، تفضل. شلونك يعني؟ الله يبارك فيك، حفظك ربي. الله يحفظك. انا صار لي من 2006 2007 عندي حساسيه. وياك دكتور علي. نعم. شدك دكتور علي؟ حساسيه مع الشنطه. والله هذا هسه طلعته قدامك، شفته لو ما شفته؟ هو شفته. خلاص تعال لي وبيك خير وتدلل وتطيب ان شاء الله باذن الله. وين اجي؟ تجيني لبغداد المشتل شارع المطبخ. منين اجي؟ ابقى العدد الحساسيه مالتك طول عمرك. من امريكا من امريكا جاي يجونا من استراليا، انت هاي من الموصل 6 ساعات. يعني ما تقدر تجي بالنهار وترجع لاهلك بالليل التواصل بيتك؟ اجيك عادي، اجيك عمي. اي انت مو تقول لي وين اقدر اجيك، اني سمعتك تقول وين اقدر اجيك. بس المرتبط الدوام والله العظيم. طب كيفك حبيبي، احنا ما نقول الواحد تعال بغداد بالمشتل. هسه راح يطلع لك محمد موجود. هذا العنوان خذ له صوره. خذك اجازه يوم سبت، انت مو قاعد يوم سبت عطله؟ تعال واحنا مفتحين يوم السبت. الرحمن ابوك الله يرحمه، والديك الرحمه، حياكم الله، اهلا وسهلا. هلا بك، حياكم الله. حياك. العنوان موجود اسفل الشاشه، فاي واحد يسال عن عنوان المركز العالي المسلم يمكن ياخذ ذا سكرين للعنوان وموجود. اي حول لي. الو طيني. الو تفضل. مرحبا. يا مرحبا. بس الدكتور. اي ممكن بس علي لصوتك. تفضل. نعم. الله يسعدك. كل الهلا بيك، حتى ما اعرف ارد، الله يساعدك، حتى ما اعرف اقول لك هلا عليكم السلام. والله ما تفضل. كل الهلا. تفضل. شلونك سيدنا؟ والله بخير اشكرك، اسال الله يحفظك، اهلا وسهلا. سيد عندي الحجيه الشوايب. ايش قد عمرها؟ عمرها 65 سنه. لها العمر ان شاء الله، ما اخذ لها ايكو؟ والله ما اخذت لها قطره، اخذت لها ايكو وديت لها. اخذت لها ايكو بس جاوبني على قد سؤالي، اخذت لها ايكو؟ ايكو اخذت لها. عندها ضغط هي سكر؟ لا ما عندي. يلا ساعة طيب ان شاء الله، انا بشرك بساعة طيب. يلا تجيب لي الايكو. تصلب بالشرايين. تصلب، انسدادات بالشرايين، مؤكسده اللي عندك، كل شيء بالشرايين والقلب، هذا علاجه موجود عندنا باذن الله. يا ان شاء الله. حتى الصمامات ذاك اليوم عالجناها وفتحناها باذن الله، صمامات القلب. اي باذن الله. يا اذا لك نيه تجيني تجيب لي الايكو، تجي لا تجي ايدك فارغه، ترى رجعك تروح تجيب الايكو وترجع لي مره ثانيه. عندي خلص، حتى نشوف الانسداد ايش قد واصل. والله 4 شرايين موجوده. ها 4 شرايين ما يخالف، نشوف النسبه مالتها ايش قد واصله. انسدادها 30% 40% 20% هيك. يلا حياك الله، كل الهلا. اجي انا ماكو داعي. لا هي ماكو داعي تجيبها ابدا، ما نحتاجها هي، خليها مرتاحه. حياك الله حبيبي، اهلا وسهلا. الله يخليك. حياك حياك الله، وحيا الله كل مشاهدينا وكل متصلين ما كانوا، حياهم الله. هذا اتصال لو نكمل ويا سيد شباب. حياكم حياكم. اذا اوكي حول لي اعطيني. الو السلام عليكم. السلام يا مرحبا، كل هلا بك. تفضل يا سيد. تفضل سيد. نعم تفضل معك، تفضل. شلونك سيد؟ حبيبي انا بخير اشكرك. الله يطول عمرك. سيد سؤال بسيط. تفضل. انا عندي شباب حبيبي. ايش عندك؟ اي عندي جراحة. وين؟ بالامعاء. ها انت خابرتنا ذاك اليوم. لا ما خابرتني. جراحة بالامعاء يعني شنو جراحة؟ منو قال لك اكو جراحة بالامعاء؟ اني زلق زلقة قوية ومن اسف صارت الجراحة زلقة قوية كلش. تروح للطبيب خليه يشخص لك وتعال لي. شخصت بس ما طاف، يعني من ثاني علاج وما طاف. التشخيص شو يقول؟
قال لي عندك جراحه يعني التهاب بلا معاه. اذا التهابات بلا معاه التهابات. يلا يا اخوي يلا عندك سونار؟ انت ماخذ سونار لو ماخذ ناظور؟ لا لا ما ماخذ ناظور بس لا حتى سونار ما ماخذ حاليا ما ماخذ سونار. لا عاد انت شوكت السونار اخذته بوقعتك من وقعت؟ من زمان يعني من وقعت صار شهرين. جيبه 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 وياك تعال. شوكت موجود يعني؟ موجود يوميه. من التسعة يعني الصبح من التسعة الصبح للوحدة الظهر يوميه بس الجمعة عندنا عطلة فقط دوامنا صباحي. نعم سيد ان شاء الله هلا لي ترى ترى بسيطة بالنسبة لي بسيطة حالتك. يمي بسيطة بإذن الله. حياكم الله لو حياكم 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 الله وحيا الله بكل المتصلين. احنا حقيقه توقعنا اليوم ما راح تجينا اتصالات لانه مثل ما عرفنا اهلنا وناسنا وكل ابناء وطننا العزيز اللي اغلبتهم الان بزياره في كربلاء المقدسه. ولكن مع ذلك جت هاي الاتصالات يعني كنا محضرين مواضيع كثير للحلقه مالتنا انا والسيد علي مسوي. الو الو تفضل. الو السلام عليكم. السلام يا مرحبا كل هلا بيك. شلونك استاذ سالم؟ هلا 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 بيك شلونك حبيبي؟ يا رب مقبوله. الله يبارك فيك حفظك ربي. انا ابو حسين من البصره السيد بلد زحمه. يلا كل هلا يلا ابو حسين وياك تفضل تفضل تفضل. الو اتفضل وياك ابو حسين تفضل. السلام عليكم مولاي. السلام ورحمه الله مولاك الحسين. يا رب مقبوله مولاي. منا ومنكم ان شاء الله تقبل الله اعمالك. انا ابو حسين من البصره. نعم ابو حسين. اخذنا علاج من عندك لي وزوجتي هاي اشاعتنا فيها اثر نفيس و... عافيه يا ابو حسين. اي 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 استعملتوا العلاج؟ اي جاي مستمر بالعلاج بس نعم. انا كتفي كل جاي يوجعني مولاي. ها كتفك؟ كتفي اي قاعد يوجعني. انت تقدر هسه كتف استاذ سامر علي يمكن هم قال حجاب التلفزيون هم اجاني الوثاب وسحبته بالبيت قبل ما اروح للزياره انا وياه وهسه الحمد لله هو عندك مجال تجينا تقدر تحاول؟ انا بالبصره اي اقدر اجيكم يعني تقدر تجينا فد يوم؟ اي اقدر اجيكم. تعال بس نسحبك وارجع كمل علاجك وان شاء الله خير باذن الله. اي هسه انا الرقبه زينه صارت مالتي بس بعد بعد وين بالكتف اي اي بعد هاي الكتف انا اعرف انا اعرف انا اعلمه لك هذا باذن الله انا اعرف سوالف الكتف يعني انا ما شاء الله اي ايده ما اقدر ارفعها حتى. والله لا خليك بالعياده باذن الله ترفع ايدك قدام الخلق كلها بعد شو تريد؟ شغله بسيطه مع المعده اتذكر اتذكر ابو علي اي 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 طبت والحمد لله الحمد لله. انت شفت هذا خطي ابو كركوك قال التهاب بالامعاء جراحه هو مو جراحه انا اعرف شنو شبيه وهم يطيب بساعه ليش قلت له تعال؟ اي هذا اعطيتني ما شهر واحد والحمد لله الحمد لله واشكر الحمد لله انتهى انتهى بفضل الله هذا العلم داعي مال الكتف ابد علي برقبتي عود اطلع بالتلفزيون وقول سيد علي شو ما طبت؟ لا هذا سيد ما جبت لك زوجتي وجبت لك اختي اتذكر ما شاء الله اتذكر ابو علي اتذكر المفاصل قام يمشون نعمه ووليدك اجاني هو وليدك قبل اسبوعين اي وليدي اي الله يحفظه قلت له حتى اذا عمي اذا محتاج انا يمك عمك وخطيه قال لا عمي معدي خير من الله ممنون فاحنا احنا شنو ابو علي احنا نسهل امركم الى الله ورسوله انت ما تقصر الله يحفظكم لين الدنيا منتهيه هنيالك يا فاعل الخير اي اي والله لا انا ذيك مره اعطيتني مال قالون ايه؟ ومال الدهون نعم ووقعت لي من الاحتام احنا هم قاعدين على باب الله وحقنا ناخذ ناخذ الله يقول يقول وقعت لي وقعت اي كلها اوقع لها انا بس شنو شريد اريد وجه الله يرضى علي وعليك. لا ان شاء الله انت مو قدامك. الله يحفظكم حبيبي ابو علي. محترم والله يحفظك ويخليك فخر. انت المحترم يا ذهب انت المحترم ابو علي حبيبي الله. حياك الله. حبيبي كل الهلا كل ابو علاوي اهلا وسهلا. وحيا الله وحيا الله اتصالك يا ابو علي وحياك الله واحنا بالعكس هذا هو ديدن الرجل السيد علي موسى بالعكس حياك الله. ويقول عندي اكثر من حاله يعني ما شاء الله طابع اي خطيه الحمد لله هم ناس محترمين هم اللي يجوني خطيه يا ابو يعني الكل محترم عد الله الكل محترم هم ثاقين بالله وثاقين بي يجون علي خطيه الحمد لله وسبحان الله الله ما خجلهم الحمد لله ابدا الحمد لله ابد ابد ما شاء الله الناس هواي طابت عندي سبحان الله الحمد لله وشكرا. الله شافاهم واي 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 استعرض حالات الحمد لله بفضل من رب العالمين تماثلت للشفاء نرجع الى اتصالاتكم هاي الارقام موجوده اسفل الشاشه امامي ارقام البرنامج والعنوان يثر ما بين الفينة والأخرى عنوان البرنامج أيضا اللي هو مركز مركز بالفعل هو عنوان الأستاذ علي المسوي ومثل ما أكدنا أنه هذا هو العنوان الوحيد اللي صار علي المسوي كما أنه هاي الأرقام الموجودة هي أرقام
الدكتور علي الموسوي. مثل ما قلنا كنا حاضرين اليوم حلقة خاصة، بس تفاجئنا الحمد لله وشكر انه اتصالات. الحلقة كنا حاضرين عن الفواكه بما انه احنا نمر في فصل الصيف. السلام عليكم. اكو وعليكم السلام يا مرحبا، تفضل. ذات سمعتكم اعشاب مو صحيح؟ عندنا اعشاب وياك زيد دكتور علي الموسوي. تفضل تفضل حبيبي الغالي. رحم الله زوجتي عندها التهاب في الشبكة الدماغية. شوي علي لصوتك. الو تسمعني؟ اي هسه تمام عاشت ايدك، تفضل. الو اسمع اسمع تفضل. ها معليك حتى البلاز معليك. لا احكي احكي اسمعك انا تمام اوكي احكي. الله يساعدك دكتور حبيبي. كل الهلا كل الهلا، اهلا ومرحبا. عندي زوجتي. نعم. زوجتي عندها التهاب بالشبكه الدماغيه. التهاب وين؟ بالشبكه الدماغيه. ماكو ماكو هيك. قد عمرها هي؟ مو معلي صوت التلفزيون ليش؟ بالشبكه الدماغ. حبيبي الغالي اعطيني اعطيني. عمرها تقريبا 35. شبكه الدماغ شنو يعني؟ انا اول مره اسمع بها. ما هذا ما عندنا بطب الاعشاب اكو شبكه بالدماغ. اسمعك اسمعك. شو اسمها؟ شنو ايش قال لك الطبيب الحاله؟ التشخيص شنو هو؟ عندها حاله. قال حاله نفسيه. حاله نفسيه. هاي مو شبكه الدماغ خال. شبكه الدماغ قانونها وهي سبحان الله تفرز لنا الكهرباء اللي موجوده بالدماغ وتعطينا قوه خلايا الدماغ. فانت عند مرتك عندها ضعف في خلايا الدماغ وليس الشبكيه. صحيح. اي هذا شوف اعطيها جوز واعطيها لوز واعطيها فستق. هذن الثلاثه يحتون على عنصر يسمونه اوميجا 369. فهذا يفيدها. دائما اعطيها باذن الله وراح تدعي لي. حياك الله. هذه اللي اقدر انا اللي اقدر افيدك به ان شاء الله. اي هذه اللي اقدر افيدك به. خطيئه. حياك الله. حياك الله. ضعف في خلايا الدماغ. نعم هذا يفيد خلايا الدماغ سيد. طبعا استاذ اسامه حتى ابو جلطه غذاء تفيد. اي طبعا قلت لك انا باوميجا 369. حياك الله. اي دهون. نعم اذا مشاهدينا ما زلنا متواصلين وياكم وبرنامجكم البديل والناس. وعد اتصال شباب. يلا حياك حياكم الله. اذا برنامج البديل والناس وما زلنا متواصلين وياكم ومع استفساراتكم مع اتصالاتكم. مثل ما اكدنا لو اليوم عندنا حلقه يعني ما قدرت نكمل الموضوع حلقه بسبب انا عندي كثير احوجها السؤال للسيد علي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرحبا تفضل. ايش عجب الجماعه؟ يقول لك اكو اتصال له ماكو. دبل غلا دبل غلا. تفضل. نعم نعم. مرحبا مولاي. مولاك يا مرحبا حسين. كل هلا ياك سيد تفضل. نعم نعم. ابني عنده فشل كلوي. ايش قد عمره؟ عمره 26 سنه وصار له 6 سنوات. زين يغسل لو ما يغسل؟ يغسل. اليوريا والكرياتين ايش قد؟ مرتفعه والله يعني مرتفعه والضغط مرتفع. طبعا الضغط ويصير عنده فقر دم. اي فقر دم وضعيف وما يشتهي ياكل. لا بس يعني اليوريا والكرياتين ايش قد؟ ما اعرف والله بس دائما مرتفع. فوق الاربعه الكرياتين؟ اي تقريبا. يعني زين شاف هو ما شاء الله. اكو سكر اكو ضغط؟ بس لا الضغط لا يرتفع. لا الضغط عنده دائما هو. يلا اذا انت وين بيتك؟ انا بالناصريه. اريدك باكر الصبح تجيني من وقت. باكر الصبح انا بغداد هسه داوم. خلاص تجيني؟ تقدر تجيني باكر؟ اجيك اجيك دكتور. جيب لي التحاليل وانا بشرك باذن الله يطيب باذن الله باذن الله يطيب. الله يشكرك. اخلصك من الغسل مو اني. الله يخلصك من الغسل ويخلصك من المشقه والتعب. رحمات لعلك. يلا وربك هو اللي سهل ويعرف انت قلبك هسه مشعوط على وليدك. الله يسلمك. الله يحفظك حبيبي حبيبي خالي. كل الهلا كل الهلا. مشكور. اهلا اهلا وسهلا حياكم الله. حياك 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 حياك. عندنا الحاله جاهزه الثانيه نشوفها ولا اتصال فسبق الاتصال افضل. يلا يلا شوف الحاله. حياكم الله يا ابوي. بسم الله الرحمن الرحيم. حالتي انصبت حساسيه نتيجه نشله تطورت الى ربو. فظلت اراجع دكاتره سنتين او اكثر من سنتين يعطوني علاجات ماكو فايده. اليوم قاعد امام التلفزيون شفت حالات قاعد يذكرها نفس الحاله اللي عندي. قلت انه راجع راجعت اعطاني علاج
لمدة شهر انخفضت النسبة مالته إلى 90%. اللهم صل على محمد. ولو التزم شغلة واحدة إلى يصير 100% يروح بني نهائيا لأن أدخن. تمام. عرفت علي؟ رغم التدخين انخفضت 90% النسبة مالته. والحمد لله وشكر واني أشكر السيد على المساعدة، المساعدة من الله. بس نشكره على الشيء هذا اللي يسوي للعالم. ورحم الله والديه. حياكم الله مشاهدينا على الحاله السيده. حاله ربو مزعجه. شوف يعني رغم سنه وما شاء الله حكى الصح اللي شاف في علاجنا اللي استفاد منه اللي لمس منه ربو حاد ربو حاد جقاير قال جقاير لو ما جقاير انا 100% هو 90% طاب ما جاني ابشركم ما شاء الله جاني قوه يسحب النفس مسكين والله قاعد يمي شلونك سيد ما ادري شنو السوالف انا اوضحكم ما ادري شنو قلت له باذن الله اسال الله يشافيك هنا هو رب العرش العظيم راح الله يطيبك انا متاكد راح يطيبك هنا يمي فالرجل قال نتوكل على الله سيد شم ثاني ما ثاني شيء توكل اخذ شهر واحد 90% طاب وقال لو ترك الجقارة اني خلص 100% طيب اخذ من عندي كورس ثاني ولحد يومكم صار له سنتين ما جايني وأسأل الله سبحانه وتعالى كل من يشاهدنا يشافي الرحمن وأنا أستاذ سامي العلي وياكم وهذا جاي دق علي أبو محمد من كركوك يريد يشكرني هذا وأنا طالع على المباشر فراح أخلي أستاذ سامي وياكم وأنا أرد عليه لأن ما جاي حصلنا سبحان الله لا لا أعطيني أعطي مشكلة أنا أحب العسم معه أعطيني يا بالله لا مجل أبو محمد تفضل قل له إحنا على المباشر يا سلام إحنا على المباشر أبو محمد ترى هو على المباشرة أخويا السلام عليكم أريد شوية السيد علي بن زعفر يلا يلا سيدي سمعك السلام عليكم علي. مولاي العزيز شلونك شلون صحتك مولاك الحسين بخير أنا يا أبو محمد أشكرك أخويا العزيز أنا أتشكر من عندك واي واي أولا راجعتك على مود الصدفية الحمد لله خليها على عادي يسعك يسعك شفيت الحمد لله وشكر أنت كل المصداقية بيك وانت الراية والعلم انت العلم ابو محمد هذا واجبنا امام الله بعدين دزيت لك ام محمد دزيت لك اياه على مود الفقرات الحمد لله وشكر مرة واحدة جاك الحمد لله وشكر طاب وكل شيء ما بقى بيها الحمد لله نعم والحمد لله وشكر انا اتشكرك واي هواي جزاكم الله خير الجزاء هذا من فضل الرحمن وانا ممنون من عندك ما عليك من ابو محمد حبيب الغالي يعني هسه انت الرايه انت المصداقيه كلها هذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى ممنون جزيلا ما عليك منا ان شاء الله الله يحفظك تحياتي لك حبيبي ابو محمد اهلا 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 وسهلا كل الهلا بيك حبيبي الغالي مع السلامه حياك الله ابو محمد حياك الله محمد وكان هذا الاتصال عن اتصال عن طريق موبايل الدكتور علي المسوي فاستعرضناه بهاي الطريقه اللي شفتوها مشاهدينا هذا اتصال حولي الو استاذ علي يلا سيد عليك بعد تفضلي نعم استاذ علي الاستاذ اسامه انت من الموصل اي من الموصل يا هلا بك شلونك وحياك الله وكل الهلا بارك الله بك استاذ علي نعم استاذ علي نعم اسمع تفضلي والله بارك الله بك على هاي الله يحفظ ولادك ان شاء الله الله يحفظ ولادك الله يبارك فيك ام العزيزه هذا صنط عليك أدري أعرف كل العالم جاي تصنط علينا بإذن الله نعم نعم ابن أخو ابن ابني أي يعني عنده سكري ابن ابنك عنده سكري عنده سكري من النوع الأول زين جاء عليك هاي قبل يمكن سنتين جاء عليك شو وقت جاء عليك شرب له بس بطلين وبطل بطل يقول لا يصير كله ماله يصير كله ماله بيهشي كبد بيهشي وشيمه وسبته ما يشربه بس يومية أربع أبر يضرب أربع أبر مالي ما يسمع جوال يعني قصدك يضرب ما سكر سكر من النوع الأول يومية يضرب أربع أبر أم العزيزة اللي يجي يمي وطيع علاج السكر لازم يحتمي وهذا الحمية ما تفيده هذا أكال هذا ذا ما ياكل يقوم يبكي وعلاجي لازم يراد له حميه
عشان استاذ يعني يعني وين أنا من يجينا اقول له سوي حميه اترك الدنيا واترك هذا وهذا يقوم يبكي غير يمي يعني ما ياكل لازم كل شيء ما ياكل لا يعني اكو نمنع من السكريات نمنع من الرز اللي هو التمن نمنع من الكربوهيدرات الزياده مثل الخبزه ياكلها مكشبه ياكل مثلا تشريب لحم تشريب دجاج هذا مو اكل مو نعمه والله استاذ ياكل خبز من هذا الاسمار أيه؟ وياكل مثل ما تفضلت لحم بس شنو هو ابني 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 وتواش اي يعني زوج سنتين جاء عليك اكاله ذولا امي اكاله ذولا ما تقدرين لا انت تمنعينهم ولا اني مستحيل ما نقدر فما اي استاذ بس شرب بطلين وبطل يقول لا يقول الدران ما صار اسود يكون الكلى ما له شيء لا هو بالعكس هو ما ياثر بس انا اقول لك هو نوع بي نوع من المروره البسيطه يعني مثل القهوه القهوه شلون مره هذا مثله آه. اي فهاي يطلعون حجج أيه. حجج يطلع أيه. شلون اثر على الكلى أيه. مالك انت شنو انت دكتور انت ياثر على الكلى ياثر على الكلى وياثر على الكبد من هو هذا ياثر يا هو هو يعني ابني يقول يعني هذا العلاج ياثر على الكبد على الكلى هذا ابنك هو شنو دكتور هو ابني مخلص كليه بس ما يشتهم حشاكه كل شيء حجيه بس يوميه تعفى هذا الولد بالسادس اعدادي خليه يوميا يضرب اربع ابر تركيخ على اوبر احسن هم على اوبر وياكل ويشرب يقول لك انا ما اروح الزيد علي عنده شروط هواي مال العلاج السكر اكو ناس صار لها سنه اكو ناس صار لها سنه وطابت وراحت بعد يعني شوفي هذا ابنك مدلل يعني انت استاذ انت كنت قلت له يعني حميه ايش الحميه يعني تبارش حجيه امي من الاخير لا يجيني لا عفوا حتى اترك ما 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 استقبله لان السكر يراد له واحد والله يراد له سعيد ناس الاف مؤلفه طابت وراحت وانتهت ماخذ لي بطلين يريد يطيب لي السكر ابو الشباب هاي غدت بالكرياس عايفين ما شاربهم عايفين ما شاربهم استاذي ما عرفت قلت له يلا هبه احنا انا اطول بالي وياهم بس هم يعني شو تسوي ما تقدري لا انت ولا انا بس استاذ اقنعهم ما نقدر لهم بس قنع ابني يجي عليك ما ولا اريده بعد لا يجيني لا 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 ما يدبرها لا امي حياك ما اريده يجيني حياك لان هو ما استاذ ما يدبرونها شارب كلاس لا 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 ما يدبرونها يا معود انا يجون يمي يقعد وهذا يسولف سيد علي وشلون انا راح اطولها قد ثلاث شهور قلت له هاي براحتك حبيبي روح ارجع لك ولا تجيني بعد ها هذا احنا ما نخصب واحد انتهى البرنامج نعم عندك كلمه سيد علي قبل نهايه البرنامج والله كلمتي له المواكب استاذ اسامه اي يعني من رحنا انا وياك يعني اسال الله يحفظهم شيل. والما متزوج الله يرزقه بنت الحلال يا رب والما عنده اطفال الله يرزقه بابن طفل والما يشتغل الله يرزقه برزق والانسان اللي ما شاء الله عليه الميصل اللي يهتدي باذن الله وهاي زياره الحسين طبعا ما نريد ننزل عليها اقوى لان عندي علم باذن الله زياره الحسين الملائكه شو تقول والصادق شو يقول عليها؟ اكيد واضحه بس احنا شنو هو؟ انا اخلي ايدي على ايديكم اسمع من نظافه من اخلاقكم عاليه من خدمه طيبه يعني باهينا العالم ان شاء الله باذن الله في مصابنا مصاب الحسين سلام الله عليه ماكو مصيبه على الارض صارت مثل مصيبه الحسين ابدا حتى سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام مو مثل مصيبه الحسين ابد ضحى باولاده وبيته كله خلص نهوه اسال الله يشافيكم ويعافيكم وانا استاذ اسامه العليكم ان شاء الله يحفظك يا دكتور علي موسوي بالنسبه لمواكبنا الحسينيه والزائرين حقيقه رفعتوا راسنا يا مواكبنا هذا الكرم العراقي العجيب الغريب رفعتوا راسنا امام كل العالم الان العالم يتابعكم ويا زائرين أنتم الآن حملتوا قضية في ظل أمة نائمة حملتوا الآن قضية وهذا مسيركم أكيد له دور كبير والعالم ينظر إليكم ولا مسيركم ما تبتنادون هيهات من الذلة وسائرون إلى أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وأخي أبو الفضل العباس عليه السلام وتبتواسون أم الصبر زينب والصحابة الكرام اللي ضحوا في سبيل القضية مثل ما تكلمت وجودنا مع الحسين عليه السلام وجودنا في كربلاء يشعرنا بالكرامة لأنه سيد الكرامة الإمام الحسين يشعرنا بالحرية لأن الحسين سيد الحرية وسيد
الإنسانية. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة، تحياتي أنا أسامة علي المطيري، وتحيات السيد علي موسوي، وكاد برنامج جديد من الناس، والسلام ورحمة الله عليكم.